اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الثالثه مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي هنتكلم معاه بقى شويه في كوره، وهنتكلم معاه فنيات، وهنتكلم معاه على التوقف الدولي اللي جاي سواء لمنتخب مصر الاولمبي المشارك في بطوله الامم الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020، او حتى مشوار منتخب مصر في تصفيات امم افريقيا القادمه ان شاء الله. طبعا نجمنا اللي مشرفنا ومنورنا هو الكابتن ابو المجد مصطفى نجم النادي الاهلي. كابتن برحب بحضرتك. حبيبي عمر، ربنا يخليك. حضرتك كله تمام؟ الحمد لله تمام بخير، ربنا يخليك. عامل ايه في المطر؟ والله الحمد لله خير. طبعا يا كابتن، توقف اكيد يعني بعد احداث وبعد ازمات اخيره، لكن خلينا نتكلم دايما في المستقبل ونتكلم في الجانب الايجابي من التوقف الخاص بالمنتخبين، المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. في البدايه شايف التوقف هل هو ايجابي ولا هو سلبي في التوقيت الحالي؟ يعني طبعا هو اكيد هيكون ايجابي للمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، لكن طبعا هيبقى سلبي طبعا على الدوري وانتظام البطوله. ويمكن كانت من اهم الحاجات اللي الناس كانت بتتكلم عليها، او سلبيات اللي كانت بتتكلم عليها السنه اللي فاتت والموسم اللي عدى، فكره ان البطوله مش منتظمه، فانت الاداء الفني للعيبه وللانديه ما بيبقاش في المستوى اللي الناس بتتوقعه، او النجاح اللي انت بتتوقعه في من خلال البطوله. وده طبعا سبب التوقفات الكتيره، وده بيأثر طبعا بالسلب على الاداء الفني للفرق وللعيبه. لكن انت في ظروف دلوقتي طبعا في تصفيات الاولمبياد ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله، ان شاء الله من 8 ل 25 نوفمبر. فطبعا يعني بتبقى غصب عنك ان انت عندك لازم يحصل طاقه في الفتره اللي جايه عشان تقدر تجهز اللعيبه، وخلاص البطوله ان شاء الله هتبدا. فمتهيألي يعني دي يعني بيبقى غصب برضه عن الناس او الاداره اللي موجوده ان انت تقدر توقف، او دي حاجه مش بايدك ان انت تقدر توقف في اي وقت. يعني كابتن ابو المجد، انا كان معاك كابتن احمد ابو مسلم من نفس الجيل العظيم اللي حقق الميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم في الارجنتين، فسالته واخدته على ناحيه المنتخب الاولمبي. وانا دلوقتي وانا مع حضرتك اكيد طبعا عايز اتكلم في جزء خاص بالمنتخب الاولمبي، بما ان حضرتك يعني لعبت بطوله افريقيا حصلت عليها، لعبت بطوله كاس عالم للشباب، لكن مع كابتن شوقي في نفس التوقيت. كابتن شوقي لعب بيكم تصفيات اولمبياد ولم يحالفكم التوفيق والحظ ولم تتاهلوا، كان عندكم يعني ما كنتوش موفقين في الفتره دي. هل حضرتك شايف حتى لو الفتره بعيده، هل حضرتك شايف ان كابتن شوقي يعني ممكن كتير ما يكونش اتكلم في النقطه دي، لكن ممكن يكون كابتن شوقي استفاد من تجربه المنتخب في التصفيات في الوقت الحالي، بالرغم من انها كانت تصفيات ومجموعات لكن دي بطوله امم افريقيا؟ هل الكابتن شوقي ممكن يستفيد ويعرف كانت اخطائه فين وعدم تاهله، ممكن يستغل ده مع المنتخب الاولمبي؟ وبما ان حضرتك يعني لعبت فممكن تتكلم معايا وكمان تقيم التجارب اللي كابتن شوقي جربها في الفتره الاخيره. بص عمر، يعني انا شايف ان الفترات مختلفه وكانت الظروف مختلفه. يمكن احنا في الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها مع كابتن شوقي غريب، يمكن الجيل بتاعنا قعد فتره كبيره جدا بنتمرن مع بعض وبنلعب ماتشات وديه، والتجمعات بتاعتنا كانت او الاحتكاك بتاعنا كان قوي مع منتخبات قويه في افريقيا وفي اوروبا وفي امريكا. فانت كان الاعداد بالنسبه للمنتخب دوت كان من البدايه انا شايف ان هو كان اعداد جيد. كابتن شوقي غريب يمكن كان عامل حاله محترمه جدا وبيتفرج على لعيبه مصر كلها، ولغايه لما استقر على المجموعه بتاعتنا. ويمكن احنا السبب نجاحنا ان احنا قعدنا مع بعض فتره طويله، يمكن حفظنا بعض، يمكن الحمد لله كان الفتره ديت كنا بنلعب على مستويات عاليه، فيمكن ده اللي فادنا. واحنا كنا لسه اولاد صغيرين، كنا بنلعب فرق كبيره وبنلعب منتخبات كبيره، فكان فكره الرهبه او الاحتكاك الحمد لله احنا عديناه من بدري. عشان كده لما بدات تلعب تحت ضغوطات البطوله او على المستوى العالمي، كان بالنسبه لنا الموضوع عادي جدا، وكان بالنسبه لنا الحمد لله ادينا بشكل كويس وعملنا حاله الحمد لله الناس يعني اتكلمت علينا بشكل كويس وعلى ادائنا وعلى اللعيبه في الفتره ديت. لكن
اختلفت شويه لما بدانا نعدي مرحله الشباب ودخلنا في مرحله المنتخب الاولمبي. من ناحيه يا كابتن اختلفت من ناحيه ان انتوا فوق ان هو بدا ميداليه برونزيه، فممكن شويه يكون الموضوع فرق معاكم. مش كل المجموعه في الفتره ديت كملت في المنتخب الاولمبي، يمكن كابتن شوقي عمل برضه احلاله تجديد للفرقه في الفتره ديت، وانا شايف كانت من الحاجات السلبيات اللي حصلت. طبيعي ان انت واخد بطوله او واخد ميداليه مركز عالميه او مركز، طبيعي نحافظ على المجموعه ونحافظ على القوام بتاع الناس. انا شايف الفتره اللي بعد المنتخب الشباب ده ما حصلش، يمكن دخل عناصر كتيره على الفرقه وكانت المده مش طويله، يعني كانت الفتره مش طويله، فانت ما قدرتش تاقلم المجموعه اللي داخله مع الناس اللي كانت موجوده من منتخب الشباب، فيمكن ده اللي حصل في الفتره ديت دروب في المستوى، ويمكن النتائج ما كانتش على المستوى المطلوب، ويمكن ما نافسناش اصلا في المجموعه بتاعتنا. فدي كانت مشكله. هل حضرتك شايف ان فوزكم بالميداليه ممكن يكون غير الاحلال والتجديد ممكن يكون عمل نوع من انواع الغرور شويه عند لعيبه المنتخب الاولمبي، فخلى الموضوع بالنسبه لهم سهل، او خلى تصفيات يعني احنا خدنا برونزيه في كاس العالم ده ممكن يعني فاكيد احنا نصعد للاولمبياد، فده جه عليكم بالعكس؟ لا، ولا الموضوع كان فعلا ملوش علاقه غير بشويه سلبيات بسيطه في الفريق زي حضرتك قلت احلال وتجديد بعد المجموعه اللي حققت نجاح؟ بالظبط، يعني انا شايف ان يعني الفتره ديت ما كانش فيه غرور. لا ما كانش فيه فكره غرور ولا اي حاجه، هي كانت كل المشكله ان انت لما دخلت بالمجموعه ديت جديده على المجموعه القديمه، يمكن زي ما قلت لك الفتره ما كانتش طويله للتجهيز، او الفتره ما كانتش كافيه عشان اللعيبه ديت تتاقلم مع بعض او تكون تحت السيطره، يعني يمكن دي انا شايف ان دي كانت من السلبيات في الفتره ديت، وان كان في الفتره ديت كمان عدد كبير عمر اللي دخل، ما كانش عدد قليل. يعني ابرز اللعيبه يا كابتن لو تفتكر كان كابتن عمرو زكي، كان اعتقد كان لسه معاكم في اول التجارب. عمرو دخل، محمود شيكو صح تقريبا صح. مجموعه كبيره دخلت في الفتره ديت. كمان كان رضا متولي معاكم برضو ولا كانت صعد من منتخب الكابتن حسن تقريبا بس ولا ما لعبش؟ لا ما لعبش. ما لعبش. يعني مجموعه. طب يا كابتن هل حضرتك تابعت الاستعداد الاخير للمنتخب الاولمبي حتى اخر مباراه امام جنوب افريقيا؟ يعني بصراحه بامانه هل حضرتك شايف ان مستوى منتخب مصر الاولمبي يؤهله للصعود ضمن ثلاث مراكز يكونوا موجودين في اولمبياد طوكيو؟ وهل حضرتك شايف ان الكابتن شوقي حتى مع اختلاف الزمن واختلاف اللاعبين واختلاف السنين الطويله اللي عدت عليه الكابتن شوقي، شايف ان هو ممكن يتعلم من بعض الاخطاء اللي ارتكبها في عدم صعود منتخب مصر الشباب في العصر بتاعكم الجيل الذهبي ده للاولمبياد، وممكن يستثمره ويكرر زي ما نجح في كاس العالم وفي افريقيا ينجح على مستوى الاولمبياد ويصعب بالمنتخب؟ بص عمر، يعني حسابيا البطوله على ملعبك مجموعة صعبة جدا، انا فاهم غانا ومالي، لكن انت برضو انا شايف من وجهة نظري ان انت معاك منتخب محترم، معاك كابتن حتة ارضك، احنا خرجنا من دور 16 قدام جنوب افريقيا في منتخب مصر في الامم الافريقيه، يعني دي كانت فترة بالظبط وليها ظروفها، لكن انا بتكلم على منتخب اولمبي، بتكلم على لعيبة عندها من الخبرات ان هي تقدر باذن الله توصل. الجهاز اللي موجود وكابتن شوقي طبعا اكيد يعني من المدربين الكبار اللي يقدر يتعامل في الظروف ديت ويقدر يتعامل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوضع دوت. وخلي بالك هي فكره ان انت تلعب تصفيات في شكل مجموعات، انا شايف ان ديت كويسه. يعني يا كابتن النظام القديم اللي حضرتك كنت يعني شايف انه اصعب شويه، البطولة أصعب ولا التصفيات؟ لا التصفيات كانت أصعب، لكن البطولة متهيألي أسهل شوية. أنت عندك مجموعتين بيصعد منهم أول وتاني، وأول وتاني يلعبوا قبل النهائي، وقبل النهائي اللي يصعدوا نهائي خلاص وصلوا بالزبط. لكن تالت ورابع واحد بس منهم واحد بيصعد منهم زي أولمبياد طوكيو بالظبط. فدي أسهل. أنا شايف من وجهة نظري دي أسهل. دي أسهل عشان بطولة وفي هدف قدامهم وهي الحصول على بطولة كأس الأمم، ولا حضرتك شايف؟ أنت بيبقى عندك فرصتين، إن أنت أصلا بتطلع أول وتاني واول وتاني وبتلعب في التصفيات، بيبقى عندك فرصتين
ان انت لو ما طلعتش اول مجموعه هتطلع تاني الاول. ولو ما صعدتش نهائي ممكن نلعب على التالت. التصفيات في الاول كان بياخد الاول بس. تمام. كان بياخد الاول بس. فدي كانت اصعب. فدي كانت اصعب، لكن دلوقتي انت عندك فرصه ان انت تقدر لو ما دخلتش في اول مجموعه ممكن تتاهل تاني مجموعه فتبدا يبقى فرصتك اعلى. فانا شايف ان دي اسهل شويه. انا شايف الحمد لله اللعيبه يعني القدرات الفرديه بتاعتهم، انا شايف المنتخب الاولمبي في قدرات عاليه. اللعيبه كلها بتلعب في الدوري الممتاز، واللعيبه كلها عندها من الخبرات وعندها من الحافز ان هو يقدر يعدي ان شاء الله الدور ويوصل ان شاء الله باذن الله للتصفيات، وان شاء الله باذن الله يوصل باذن الله للاولمبياد. فانا شايف ان المنتخب تقييمي ليه الفتره اللي فاتت التجارب اللي اتعملت يعني انا شايف ان هي ناجحه بنسبه كبيره. لكن كابتن شاور غريب انا عارف يمكن طلع كان ليه تصريحات ان لسه برضو في عده ملاحظات على المنتخب وشغالين عليها، فبتمنى لهم طبعا ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه التوفيق، وان شاء الله باذن الله يحاول يعني الهدف ان هم يوصلوا ان شاء الله. كابتن ابو المجد، عايز اتكلم شويه عن النادي الاهلي، وحضرتك تابعته مع مستر ريني فايلر بعد اربع ماتشات، كان سبورت والزمالك وسموحه واسوان، والنادي الاهلي يمكن بسم الله ما شاء الله يعني، والانتاج الحربي كمان خمس مواجهات. فانا بتكلم على اداء مميز بكل اشاد بمستر ريني فايلر، عايز اعرف راي حضرتك في تقييمه بشكل عام للاداء. هل حضرتك شايف انه مدير فني فعلا جاي يصنع تاريخ ومجد لنفسه؟ وحضرتك عارف طبعا النادي الاهلي يعني بيعلي اي مدرب طبعا، مفيش مدير فني بيعدي على النادي الاهلي وبيعلي طبعا. الاهلي هو اللي بيعلى المدير الفني طبعا. فهل حضرتك شايف ان مستر ريني فايلر ماشي في نفس النهج وماشي بنفس سياسه النادي الاهلي والفكر والثقافه اللي موجوده حتى عند الجمهور؟ بص، الانطباع اللي انا خدته عليه من اول يوم جه يشتغل في النادي الاهلي هو من المدربين اللي عارفه قيمه النادي الاهلي. تمام. وعارفه ان النادي الاهلي ما بيرضاش غير بالبطوله. فمن البدايه لما اطرح اسمه ان هو يبقى موجود وبدا يشكل الجهاز بتاعه، يمكن اصراره ان الجهاز اللي معاه معظمه يبقى كله يعني كله سويسري بالظبط. فده حتى مدرب حراس المرمى، ودي يمكن لاول مره بتحصل في النادي الاهلي على ما اتذكر ان هو يجيب كل الجهاز اجنبي. بالظبط، وبرضه دي حاجه تحسب للنادي الاهلي ان هو يقدر يوفر له كل الامكانيات اللي تقدر تخليه ينجح، ودي طبعا دي يعني مش غريبه على النادي الاهلي. الانطباع بقى الفني اللي جوه الملعب، انا شايف ان هو نجح بشكل كبير جدا، يمكن لعب ست مباريات كسب الست مباريات سته بالظبط. فغير الاداء المقنع طبعا زائد الحاجه الصعبه اللي حصلت في الفتره ديت ان هو ما بيستقرش على تشكيل ثابت، بيغير في الفرقه باستمرار، ممكن تلاقي تشكيل الماتش دوت غير الماتش الثاني غير الماتش الثالث. عايز اقف على النقطه دي يا كابتن، المرونه التكتيكيه اللي موجوده عنده، هل دي حاجه ممكن تزعل اللعيبه شويه؟ حضرتك عارف اللعيبه دايما بتحب تكون رجليها في الملعب على طول، لكن مرونته التكتيكيه هل حضرتك شايف ان لعيبه الاهلي تقدر تستوعبها على طول، وتقدر ان وهو كمان يقدر ان هو يفهمها للعيبه؟ في حاجه اسمها مرونه تكتيكيه، مش شرط اللي يلعب، احنا عندنا ثلاث ماتشات في الاسبوع مثلا، فمش شرط كل لاعب يلعب الثلاث ماتشات، انا عايز اوزع الحمل البدني على اللعيبه كلها اللي موجوده. هل حضرتك شايف تفسيرك لمرونته التكتيكيه دي عامله ازاي، وازاي تعامله مع اللعيبه في حته ان هو يوصل لهم ان انت مش كل ماتش هتلعب بسبب المجهود البدني وبسبب ضغط الماتشات، ان انت في مصر عندك بطوله زي ما احنا شايفين بطوله مش مستقره بالزبط. ممكن يكون عندك ماتش مؤجل النهارده، ماتش يتلعب بكره، الدنيا مش واضحه لك، فبالتالي عندك ماتشات افريقيا وسفر بالساعات رايح جاي، فكل ده هو بيفكر فيه. فتعليقك على حته المرونه التكتيكيه دي ازاي؟ بص، هو اول حاجه لازم يكون هو من البدايه يشتغل على النقطه ديت مع اللعيبه عشان يقدر يوصل للعيبه ان في وقت انت ممكن ما تلعبش الماتش التاني عشان اريحك لحاجه تانية. فانا شايف ان هو لغايه دلوقتي هو نجح في دي، ان هو فكره تدوير الفرقه او اللعيبه في المباريات. انا شايف ان دي مش حاجه سهله، وشايف ان هو اشتغل كويس ونجح
في ادارتها، ان انا ما حسيتش في المباريات اللي لعبها النادي الاهلي ان اللي بيخش من 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 بره على الفرقه لسه بياخد وقت عشان يخش ويأدي وكده. لا، انا شايف ان هو نجح في ديت مع اللعيبه وقدر يوصل الفكره ديت، وانا شايف ان ديت حاجه نجحت اللعيبه الفتره اللي فاتت، ان انا ابقى في استعداد ان انا ما بديش ايحاء للعيب ان انت موجود باستمرار او ان انت هتكون موجود في كل الماتشات. بالعكس، انا لو انت ما اديتش بالشكل اللي انا عايزه او بالطريقه اللي انا عايزها او بالتكتيك اللي انا محتاجه في كل مباراه، انا عندي حلول. وديت حاجه انا شايف ان هي ناجحه بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، وودت حلول للنادي الاهلي وانعكست حتى على الاداء والنتيجه. يعني انت وصلت بتكسب 4 وبتكسب 5، فده ده 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 حاجه شايف ان هي نجحت الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. وزي ما قلت لك عمر، مش سهل على اي مدرب ان هو يقدر يوصل الفكر دوت لاي لعيبه، ومش سهل على اي لعيب ان هو يوصل بالفكر دوت او ان هو يبقى عنده القناعه ان انا مش 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 هلعب باستمرار. فدي حاجه طبعا تحسب له، ودي حاجه تحسب للجهاز الموجود طبعا. وانا شايف ان لغايه دلوقتي هو ناجح بشكل كبير جدا في ادارته للشكل العام الفتره اللي فاتت مع الفرقه يعني. طيب، لعبت مع كام مدرب يا كابتن في النادي الاهلي؟ في فريق لعبت مع ثلاث مدربين. مين هم؟ فاكر يا كابتن؟ لعبت مع مستر ديكسي، ماشي، الماني، مستر جوزيه طبعا، ولعبت مع مستر مانو جوزيه، ولعبت مع مستر بونفرير. طيب، مين اكثر مدرب اتالقت معاه وعمل طفره في مشوارك الكروي؟ اول سنه كانت مع مستر ديكسي. يعني مين اللي عمل طفره للكابتن ابو المجد في مستواه؟ والمدرب اللي اثر معاك جدا واللي انت لحد دلوقتي بتقول ده ليه فضل عليا، الثلاث مدربين او انت تالقت معاه كنت في قمه تالقك في الناحيه الباك رايت. زي ما قلت لك، المدرب الاولاني مستر ديكسي، يمكن هو كان مديني حريه شويه في الناحيه الهجوميه، كان بيديني الثقه على طول، وكنت الحمد لله الفتره ديت كنت بلعب بصفه مستمره. فيمكن دي كانت من احسن فترات ليا مع النادي الاهلي في وجود مستر. طيب، انا بسالك السؤال ده علشان خاطر رمضان صبحي وحسين الشحات كانوا موجودين هم الموسم الماضي، يعني بس الشكل اختلف تماما يا كابتن. فهل حضرتك شايف ان فعلا المدير الفني ممكن يكون حتى نفسيا وفنيا يؤثر على اللعيب بالشكل الايجابي الملحوظ اللي احنا شايفينه؟ حسين الشحات كل مباراه يا اما بيسجل يا اما بيصنع، رمضان صبحي نفس الكلام بيصنع وبيهدف، تحركاته مختلفه، الفينشنج بتاعه على المرمى بقى مختلف، رمضان صبحي بقى يشوط، بقى يعني بعض النواقص اللي كان جمهور الاهلي معتقد ان هي ما بقتش موجوده في رمضان بقى يشوفها، وزي ما يكون رمضان فيرجن مختلفه ونسخه مختلفه تماما من رمضان صبحي. وايضا حسين الشحات واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، هل فعلا يا كابتن المدير الفني هو يعني رمانة الميزان او العامل النفسي الاول والاكبر على اللاعب في تطوير مستواه وكمان حالته النفسيه جوه الملعب؟ يعني اكيد طبعا، يعني اكيد المدرب بيبقى ليه دور كبير جدا على توظيف اللعيب جوه الملعب وعلى الوصول بيهم لاحسن حالاتهم، ودي طبعا بتبقى يعني شطاره المدرب ان هو يقدر يوظف اللعيبه ويستخدمهم في الوقت المناسب. لكن انا برضو عايز اقول لك على حاجه عمر، ان لو انت فاكر رمضان صبحي السنه اللي فاتت لما دخل معنا الاهلي دخل متاخر، وانا كان وجهه نظري ان هو ما كانش بالشكل المنتظر منه او الحاجه المتوقعه منه، ان هو برضو ما كانش جاهز بدنيا في الفتره ديت. فيمكن برضو دخوله متاخر مع الفرقه خد وقت كبير جدا عشان يوصل لحالته، ان رمضان من الناس اللي بتعتمد على القوه البدنيه بتاعته عشان يخرج مهارته عشان يقدر يعمل الفارق في المستوى. يعني نفس الكلام حسين الشحات، يمكن برضو كان لسه جاي جديد مع نادي الاهلي ودخل في في في
في وقت برضو كان ظروف ضغط الماتشات وضغط الدوري، ويمكن السنه اللي فاتت طبعا انت شفنا كلنا ان الدوري كان ما كانش مستقر، وكانت في ضغط مباراه افريقيا مع البطوله العربيه مع الدوري العام. فكان يمكن برضو يمكن حسين الشحات الناس كلها اتكلمت عليه ان هو من الصفقات طبعا اللي هي مش ما ادتش بشكل كويس اول ما جه، لكن الحمد لله يمكن انا من اول الناس اللي انا قلت ان حسين جاي وان هو محتاج وقت بس ان هو يقدر يتاقلم مع الفرقه بشكل كويس. حته الثقه والشغل مع الفرقه هتفرق معاه الفتره اللي جايه، ويمكن دوت لما حسين خد ماتشات كتيره جدا ولعب مع النادي الاهلي اداؤه اختلف، ويمكن كل ماتش عن ماتش مستواه بيزيد، ويمكن بقى عنده ثبات حتى في المستوى بشكل كبير جدا. فانا شايف ان طبعا زي ما انت قلت المدرب عليه عامل كبير جدا، زائد الثقه اللي انت بتديها للعيب، او ان انت القناعه اللي انت بتبقى عندك من ناحيه اللعيب ان اللعيب ده فعلا لعيب كويس وهيفيدني. فيمكن دوت هو اللي بيفرق مدرب عن مدرب. ممكن في ناس تبقى بتنتقد عمر، لكن المدرب مقتنع بقدرات عمر فبيقدر يسنده وبيقدر ان هو يديله في ماتشات ويديله في 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 في, في, فني في حاجات فنيه تفيده، فبيصبر عليه فدي بتفرق معاه. ففي الاخر المستوى بيفرق، فبينجح بينجح في رؤيته للعيب. فيمكن رمضان وحسين من اللعيبه طبعا اللي فارقين جدا مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، وبتمنى لهم يا رب التوفيق ان شاء الله. رؤيتك يا كابتن الفنيه اللي جايه، او ايه هو المطلوب بالنادي الاهلي فنيا خلال الفتره القادمه من خلال توقف طويل؟ المدرب مش هيكون مع لعيبه منتخب مصر الاولمبي، مش هيكون مع لعيبه منتخب مصر الاول. ايه اللي مطلوب بالنادي الاهلي بعد التوقف؟ عنده بطوله افريقيا وبطوله الدوري. طبعا يعني زي ما قلت لك في البدايه ان اي توقف بيجي بيبقى مش في صالح الانديه، خاصه التوقفات الطويله بتبقى يعني خاصه النادي الاهلي بادئ بدايه كويسه في الدوري. يمكن انا شايف ان دي ممكن تضره بشكل كبير جدا فكره التوقف الطويل دوت. لكن فكره ان تجهيز اللعيبه او تعويض اللعيبه بالماتشات الوديه او بالنواحي الفنيه اللي هيشتغل عليها المدرب ممكن تقدر تحافظ بشكل كبير جدا على مستوى الفرقه ومستوى اللي وصلت له اللعيبه الفتره اللي فاتت. زي ما قلت لك اكتر حاجه بتضر اللعيبه التوقف الكبير اللي هي الماتشات الرسميه دي بتجهز اي لعيب. فيمكن التوقف ده طبعا انا شايف ان هو مضر طبعا، لكن شر لابد منه طبعا غصب عنك المنتخب طبعا. طبعا طيب تقييم حضرتك لبطوله الدوري العام يعني بشكل عام، خصوصا الانديه اللي اول مره بتشارك في بطوله الدوري السنه دي بعد صعودها من دوري الدرجه الثانيه، لكن هي انديه طبعا زي اسوان نادي عريق، نادي طنطا نادي عريق، اف سي مصر لسه سنه اولى دوري ممتاز. راي حضرتك في ادائهم كمان النهارده بيفوز اسوان على انبي بنتيجه 1-0 الكابتن مجدي عبد العاطي بالرغم من قله الامكانيات الا انه بيأدي بشكل كويس او جيد مع نادي اسوان. اسوان طنطا اف سي مصر رايك في ادائهم الموسم ده؟ يمكن طبعا هي يعني المشكله اللي هتقابلهم ان هم طبعا قله الامكانيات الماديه اللي موجوده. يمكن انا تابعت تصريحات الثلاث مدربين قبل الدوري ما يبدا، يمكن كلهم كانوا بيعانوا من قله الامكانيات الماديه ان هم مش قادرين يجيبوا اللعيبه. يمكن كابتن محمد صلاح حتى لما كان موجود في اف سي مصر قبل ما يمشي كان الخلاف كله ان هو كان محتاج لعيبه تقدر تلعب معاه في الدوري الممتاز وتأدي معاه بشكل كويس، ان الدوري الممتاز يختلف عن الممتاز به. فالنادي طبعا ليه امكانياته المحدوده اللي يقدر يتحرك فيها، فيمكن كابتن محمد صلاح ما قدرش يكمل عشان النقطه ديت. شايف ان هم برضو يعني على قد الامكانيات المتاحه. انا شايف هم يعني الانديه دي هتعاني بشكل كبير جدا. البطوله بقت صعبه جدا، عندك
دلوقتي عدد الفرق اللي عندها امكانيات ماديه وامكانيات فنيه بقت كتيره جدا. التوقف ده يا كابتن يفيد الانديه زي طنطا واسوان واف سي مصر؟ يعني هم يعني انت عارف لما انت بتبقى محتاج مثلا بتبدا بدايه وتحتاج وقت عشان تصحح اخطائك، ويمكن الوقت كمان هيخدمهم ان المده طويله. فيقدر يتكلم في حوالي 3 أسابيع تقريبا بالظبط. وبرضه هو بالنسبه له شاف كل الفرق في الدوري الممتاز وعرف طرق اللعب وعرف امكانيات كل فرقه، فديت يقدر هو يستفاد بالوقت التوقف دوت في ادارته للفرقه ويشوف اخطائه ويعرف يوظف لعيبته بشكل كويس. طيب كابتن، هل حضرتك شايف اداء التحكيم ازاي في الخمس ماتشات اللي اتلعبوا او الخمس جولات اللي اتلعبوا او الاربع جولات ونص، بما ان النص ما كملش؟ هل حضرتك راضي عن اداء التحكيم ولا لسه في بعض الاخطاء اللي موجوده اللي ممكن نشتغل عليها خلال فتره التوقف، اللي هي هتبقى ايجابيه بالنسبه لبعض السلبيات وسلبيه لو حد عنده ايجابيات وعايز يكمل؟ بص، انا هو من الواضح طبعا عشان قله الماتشات اللي اتلعبت مش واضح ان في مشكله كبيره. لكن ولا مستوى الحكام يا كابتن، خلينا نقول ان مستوى الحكام اتطور شويه يعني، او بداوا ياخدوا بالهم من اخطائهم، بدا لجنه الحكام كابتن جمال يشتغلوا على يعني ايه، عايزين إيه ممكن نتكلم شويه كده بتفاعل على الحكام. هل حضرتك شايف ان بداوا يكون في تطوير من ادائهم، ولا عشان زي ما حضرتك قلت لسه البدايه ولسه مش باين؟ بص عمر، ما انا زي ما بقول لك فكره ان قله الماتشات اللي اتلعبت ما تقدرش ان انت تقيم الحكام بشكل كبير، خاصه ان برضو كان عندنا يعني في ماتشات اخطاء بصراحه واضحه لكل الناس ويمكن اثرت على نتائج فرق، زي مثلا ماتش الاتحاد. انا فاكر ماتش الاتحاد و ماتش الاتحاد ودجله اعتقد ودجله لكن في ملعب اسكندريه خلص 1-1. خلص 1-1، يمكن برضو كان في ضربه جزاء ماتش المصري والمقصه بالظبط. فبرضو يمكن من الحاجات اللي اثرت برضو في نتائج الفرق ديت، انت عارف ان كل فرقه بتدور على الثلاثه بونت، وكل واحد بيتعلق في الاشياء عشان عارف ان البطوله صعبه وعارف ان الدوري لو ما لحقتش تجمع من البدايه هتعاني في وانت شغال في الفتره اللي قدام. لكن انا عايز اقول برضو ان الحكام ادائهم زي اداء اللعيبه، ممكن يبقى موفق في وقت واوقات تانية ما بقاش موفق، لكن انا شايف ان في تطور، وشايف ان في برضو ان الناس بتتعامل لغايه دلوقتي على مسافه واحده، ويا رب ده يكمل. ان اكتر حاجه كانت مشكله الفتره اللي فاتت هي في فكره ان الناس كلها بتحس ان الحكام بتجامل الفرق على حساب فرق تانية، فيمكن ديت كانت هي اللي عامله المشكله. وشايف ان الحكام لو وصلت لمرحله ان هو يلعب ومش شايف الفرق اللي قدامه، هي البطوله بصراحه هتنجح بشكل كبير جدا. ويمكن الحكام عنصر اساسي في اللعبه، هو اللي بينجح البطوله، يعني هو اللي بينجح الشكل. وفكره الاخطاء العاديه دي وارده وطبيعيه في الكوره. طيب لو سالتك كابتن اسئله سريعه كده، حصاد للاربع جولات او الخمس جولات اللي ناس لعبت 4 وناس لعبت 5، قلت لك افضل فريق، ممكن تقول لي مين افضل فريق في الاربع خمس جولات اللي اتلعبوا؟ افضل فريق في الفتره اللي فاتت نادي الاهلي. نادي الاهلي. هل عشان حضرتك موجود معنا؟ لا 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 لا، نتائجه. طيب تمام. افضل مدير فني تعتقد ان مين افضل مدير فني خلال الاربع خمس جولات اللي في الاخر اللي اتلعبوا دول؟ يعني برضه عشان النتائج. فايلر؟ لا فايلر. طب لو دخلنا مدرب كمان معاه، هل حضرتك في مدرب لفت انتباه حضرتك وقدر يعمل ممكن نقول فارق او طفره في الدوري، ولا لسه الدنيا ما بانتش؟ هو مش طفره، بس انا يعني طبعا كابتن ايهاب جلال انا شايف من المدربين اللي هم ليهم شخصيه وليهم اسلوب لعب وفلسفه. رايك في كابتن مجدي عبد العاطي مثلا؟ كابتن مجدي عبد العاطي برغم من الظروف ان هو كان كسبان المقصه، يمكن مباراه الاهلي خارج تقييم تماما، كسب انبي النهارده، وممكن يكون يعني اكتر فريق من الفرق اللي هي طبعا طنطا حقق اكيد انتصار واف سي مصر، لكن انا بتكلم على ان اسوان موضوع عنده كابتن الامكانيات الماديه صعبه جدا، في معاناه واضح ان كره القدم الماديه كابتن بيتحكم فيها بشكل كبير بالزبط. جدا بالظبط. طيب افضل لاعب او افضل 2 لعيبه او افضل 3 لعيبه من وجهه نظرك كابتن ابو المجد خلال الفترات الاخيره؟
يعني انا شايف حسين الشحات. حسين الشحات طبعا. انا هفكرك رمضان صبحي. لا هل انا شايف حسين شغال بشكل كويس قوي. تمام. شايف هل يا كابتن من اللعيبه ممكن مثلا لعيبه ممكن تكون منتخب اولمبي مثلا واحد في الزمالك زي حمدي فتحي؟ بصراحه حمدي فتحي من اللعيبه اللي انا شفتها الفتره اللي فاتت بيأدي بشكل كويس جدا وبثبات وحاجه محترمه في نص الملعب. طيب لو قلت لك على المنتخب، قلت لك دور المنتخب، يعني عايز اخد راي حضرتك في الفتره اللي جايه، شايف دور المنتخب تصفيات امم افريقيا شايفها ازاي، ويعني ايه هو اللي مطلوب مننا تجاه الكابتن حسام بدري واتجاه المنتخب الوطني، وايه اللي مطلوب من الكابتن حسام البدري تجاه المنتخب الوطني؟ بص عمر، خلينا نتفق ان طول ما انت ما عندكش بطوله منتظمه دي مش في صالح المنتخب. ان انت عمرك ما هتجهز لعيبه المنتخب في الفتره بتاعت المعسكر بتاعت المنتخب اللي بيلعب في الماتش. بتبقى فتره قصيره جدا. كابتن حسام البدري اكيد ما بيشتغلش بالشكل زي ما بيشتغل مع فرقه في الدوري. الوضع مختلف. فانا شايف الدوري في البدايه لازم انتظم بشكل كبير جدا عشان اقدر اللعيبه ديت لما اجي اشتغل معاها بالفكر بتاعي يقدر يستوعب بسرعه. لكن انت ما بتخلي الماتشات بعيده جدا على فترات، وكل شويه توقف، وكل شويه ما فيش حاجه منتظمه. انا شايف ان دي هتضر المنتخب الفتره اللي جايه. ان اكبر احتكاك للعيبه ماتشات الدوري. كابتن ابو المجد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني واستمتعت جدا جدا بكلام حضرتك. ربنا يخليك عمر. شكرا. ربنا يخليك. ويعني انا سعيد جدا لما ببقى معاك. انا اللي بكون اسعد يا كابتن. ربنا يخليك. طبعا وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثالثه مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن ابو المجد مصطفى، لاعب الجيل الذهبي لمنتخب الشباب الحاصل على بطوله افريقيا والميداليه البرونزيه لبطوله كاس العالم في الارجنتين. كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. خلاص مفيش دوري، النادي الاهلي بقى يستعد كده لبطوله افريقيا، يستعد ايضا لبدايه الدوري اللي هيكون بعد بطوله الامم الافريقيه للشباب المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. كل التوفيق ايضا لمنتخب مصر الاول ومنتخب مصر الاولمبي خلال الفترات القادمه. كل الدعم ليهم طبعا. ان شاء الله نشوفكم على الف مليون خير في حلقه جديده. تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.